عليه السلام: تسلك بي مسالك المهالك. الليلة ليلة الاستغفار، ليالي القدر كما ورد من أعمالها الاستغفار 70 مرة بعد الفراغ من الركعتين، أن يستغفر 70 مرة، وورد أيضا 100 مرة استغفر. يستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنوبه. الاستغفار ليس اللفظي أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه. الاستغفار ينبغي أن يكون استغفارا حقيقيا، أن تكون توبته نصوحا، أن يستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ذنوبه، أن يذكر ذنبه، أن يستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنبه، أن يعترف لله سبحانه وتعالى بكل ذنوبه. الاعتراف أن أعترف إلى الله سبحانه وتعالى، أن أعترف لله بكل ذنوبي، ما جنت يدي، ما جنت عيني. هذا هو الاستغفار الحقيقي، لأن هذه النفس كم دفعتني للمعاصي، كم جرتني للمعاصي. تسلك بي مسالك المهالك. المهلك الأول التي تجر هذه النفس صاحبها إليه حبس الفيض أو ضيق الصدر. المهلك الأول ضيق الصدر، يعني أن لا يشعر بلذة في عبادة من العبادات، لا يشعر بلذة العبادة، يقرأ القرآن لا يشعر بلذة، يسمع الدعاء لا يشعر بلذة الدعاء، يصلي لا يشعر بلذة الدعاء والصلاة وقراءة القرآن. العبادة لها لذة، ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ركعة لي في دنياكم خير لي من الجنة وما فيها. هذا الذي يشعر بلذة العبادة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اجعل صدورنا منشرحة إن شاء الله، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا المهلك الأول. المهلك الثاني الذي تجر هذه النفس صاحبها إليه حبس الفيض، أن يحبس عنه الفيض. ما معنى حبس الفيض؟ الله سبحانه وتعالى رحيم، هكذا وصف نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء. ما من سورة إلا وذكرت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى. أنت تفتتح القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله واسعة، رحمة الله وسعت البر والفاجر، حتى العصاة شملتهم رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن رحمته بعباده بالعاصين منهم أنه يجعل العوائق في طريقهم حتى لا يرتكبوا المعصية، يجعل الموانع في طريقهم حتى لا يرتكبوا المعصية. كم من معصية خططنا لها وأردنا أن نقترفها فوجدنا الموانع والعوائق في طريقنا. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الإنسان إذا أصر على ذنبه، وجد العائق الأول فأصر، وجد الثاني فأصر، وهكذا إلى أن يحبس عنه الفيض ويخلى هو ونفسه. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير
لأنفسهم، إنما نملي لهم، يعني إنما نحبس الفيض عنهم، حبس الفيض، إنما حبسنا الفيض ليزدادوا إثما. والمهلك الثالث الذي تأخذ هذه النفس صاحبها إليه العذاب، العذاب، وقد يكون أشد العذاب على الإنسان عذاب القبر، عذاب القبر قد يكون أشد على الإنسان من عذاب الآخرة. أنت في القبر لوحدك، تترك، يتركك الأهل والأحبة، تتركك الزوجة، الأولاد، الكل يتركونك في تلك الحفرة المظلمة. هذا الذي يعذب في قبره لمن يشتكي؟ يصرخ، لا أحد يسمع، يستغيث فلا يغاث. شوف السجان، السجان إذا أراد أن يعذب السجين جعله في حبس انفرادي. ولعلكم رأيتم أو سمعتم أن بعض من تعرض لهذا النوع من السجن أنه فقد عقله، يعني هذا الأثر النفسي أكثر، الأثر النفسي أشد على الإنسان من العذاب الجسد. قد يكون عذاب القبر أشد على هذا الإنسان، أشد على هذا الإنسان. هذه الليلة فرصة، الليلة فرصة أن نعترف لله سبحانه وتعالى بذنوبنا، أن نستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا، أن نعزم على ترك ذنوبنا. مجرد استغفار لفظي، المطلوب العزم، أن تعزم على ترك المعصية، أن تستغفر الله سبحانه وتعالى حتى تجعل القبر روضة من رياض الجنة. الإنسان يستطيع أن يجعل قبره حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. ليلة القدر فرصة، فرصة ليلة القدر إلى أن تنير القبر، أن تدخر زادا لقبرك. وأفضل الزاد في ليلة القبر، في ليلة القدر، زيارة الحسين عليه السلام. أفضل الزاد في ليلة القدر زيارة الحسين. هذه الزيارة تنفعك، تنفعك عندما توضع في ذلك القبر، القبر المظلم. أنت تنادي في ليلة الجمعة، هذه الليلة ليلة الجمعة، تنادي يا نور المستوحشين في الخلا، تريد ذلك النور أن يحضرك في قبرك عندما توضع وتترك لوحدك في ذلك العالم الموحش، العالم الغريب، عالم القبر. إذا كنت متعلقا بالحسين، يا محب الحسين، وأنت في مأتم الحسين، سل الله سبحانه وتعالى أن يحضركم الحسين في قبوركم. هذا المؤمن المتعلق بالحسين، الحسين ما يترك تراها، الحسين لا يدعك عندما توضع في قبرك، لا يدعك الحسين، يأتيك الحسين، ينير لك جنبات القبر. فيلتفت المؤمن يمينا شمالا، يسأل نور من هذا؟
من هذا النور؟ من هذا الذي أضاء القبر؟ يلتفت إليه بلسان الحال، يخاطبه، يقل لمن تكون لي يا صاحب هالأنوار المضية، يقل لمن تعرفني غريب الغابرية، شلون ما تعرف الحسين يا مؤمن؟ الحسين إلى علامات، الحسين مميز عن غيره، الحسين له علامات يعرف بها. سمعت بمصيبته أنه بقي جثة بلا راس، منخمد الأنفاس، تطأه الخيل بحوافرها، تقطعه السيوف ببواترها. أول علامة يقل لما تشوفني بلا راس، ومن نحري أحاجيك وانت اللي بالماتم تنادي ويلي عليك، تبكي على مصابي يا شيعي شلون اخليك، ولاجلي يا شيعي لابس ثياب الرزية بعزة وجلال أهلك، على التابوت شالوك مغسل مكفن، واحفروا قبرك واروك لو من بعد موتك 3 أيام خلوك، مثلي 3 أيام برض الغابرية. أنا ما حتلوع بالخلايق مثل لوحي، أنا الشهيد اللي ذبحه بحجري رضيعي، وكل ما جذب ونا جرب خدي دموعي، يكسر الخاطر يجذب الونا خفية، يكسر الخاطر يجذب الونا خفية. فت مهجتي شيعي رضيعي ذاب عينه، يفحص على صدري وشعب قلبي بونينا. أنا بعيني نظرت بسهم نحرة مصوبينه، وبالغاضرية انصبت بسهام المنية. أنا الشهيد بكربل المذبوح عطشان، أنا اللي ظلت جثتي للخيل ميدان، رضوا عظامي وارفعوا راسي على أسنان، وبنارهم شباو اخدور الهاشمي. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر
وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربي فاشفع لي عند ربك فاشفع لي عند ربك السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. زيارة علي بن الحسين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. زيارة الشهداء. السلام عليكم أيها الصديقون. السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة العباس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. فلعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين وثبت لي قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون
دون الحسين، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارته، وصلى الله على محمد وآله.